المؤتمر الرابع للشبكة العالمية لمتاحف المياه بمراكش، مناسبة للسفر عبر الزمن في سجل التراث المائي المغربي، لاستلهام التقنيات العريقة لتجميع وتصريف المياه التي أبانت عن نجاعتها، والغاية الأساسية من ذلك الحد من انعكاسات دورات الجفاف. المؤتمر خصص لمناقشة إشكالية ندرة وجودة الماء وإدخال طرق تقليدية لتعبئتها وتدبيرها، وكذا أدوار متاحف المياه. الشبكة العالمية لمتاحف المياه قامت بإطلاق منصة إلكترونية موجهة لتبادل التجارب بين متاحف المياه وإدراج برامج تربوية لفائدة الأجيال الجديدة. المشاركون في هذا اللقاء ناقشوا مجموعة من النقاط المتعلقة بالتغيرات المناخية وآثارها الملموسة، بالإضافة إلى الدور الطلائعي الذي ستلعبه متاحف المياه خلال العقود القادمة.